هذا البرنامج برعاية الدوحة للتأمين. أمن عالمك. أهلا بكم. برنامج تأمين يسلط الضوء في حلقة اليوم على توجه الحكومة المصرية لإعادة الحياة إلى شركات إعادة التأمين المصرية. إنما وكعادتنا نبدأ بأبرز أخبار التأمين لهذا الأسبوع. قالت شركة ويلس ري للتأمين إنه ثبت أن موسم أعاصير عام 2013 كان الأهدأ منذ عدة عقود، إذ شهد أقل عدد من الأعاصير منذ عام 1982، كما أن أيا من هذه الأعاصير لا يعد من الفئات الكارثية. تمثل الأعاصير أهمية لصناعة التأمين بسبب التعويضات، ولأنها تقلل من أسعار إعادة التأمين. وتراقب شركات التأمين عن كثب موسم أعاصير المحيط الأطلسي، لأن هبوب عاصفة مدمرة يمكن أن يلحق أضرارا جسيمة بمناطق مزدهرة بها كم كبير من أنشطة التأمين على غرار ميامي، كما أنه يكبد صناعة التأمين المليارات في صورة تعويضات. تدرس هيئة التأمين الإماراتية حزمة من الإجراءات التحفيزية لتشجيع الشركات العاملة في القطاع على الاندماج، كما قررت الهيئة وقف منح تراخيص لشركات تأمين محلية وأجنبية جديدة، ويبلغ عدد شركات التأمين العاملة في الإمارات حاليا 61 شركة. يدرس الاتحاد المصري للتأمين وعدد من الشركات العاملة في المجال إنشاء شركة مصرية لإعادة التأمين، وذلك للتخفيف من حدة أزمات القطاع، وذلك في ظل الأزمات التي مر بها القطاع خلال السنوات الثلاث الماضية بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية والتي أثرت على إجراءات إعادة التأمين لدى الشركات العالمية الكبرى. مطالبات متواصلة يشهدها سوق التأمين في مصر لإعادة نشاط إعادة التأمين للسوق المصري بعد المعاناة التي شهدها قطاع التأمين طوال السنوات الماضية نتيجة قرار الحكومة المصرية عام 2007 بذمج الشركة المصرية لإعادة التأمين التي تم إنشاؤها عام 1957 مع شركة مصر للتأمين، خاصة وأن صناعة التأمين في مصر أصبحت في أمس الحاجة لوجود شركة إعادة تأمين وطنية لتقليل خروج أموال أقساط إعادة التأمين التي تحصل عليها الشركات العالمية وتفادي صدمات من شأنها التأثير على السوق في ظل ما تشهد الساحة العالمية من تغيرات متواصلة. بدون شك هو مهم جدا للسوق المصري أن يكون في شركة وطنية لإعادة التقييم لإعادة التأمين، على أساس أنها بتكون أكثر تفهما لطبيعة السوق المصري، إضافة للحفاظ على الأموال المصرية والعملة داخل مصر من أنها تخرج برضك للأسواق الخارجية، وبالتالي بتبقى سهلة الاستجابة أو التعامل ما بين شركات التأمين الوطنية وشركات إعادة التأمين اللي هي المصرية. وقد عانى قطاع التأمين في مصر خلال الأعوام الثلاثة الماضية من عدم وجود شركة مصرية لإعادة التأمين بعد رفض الشركات الإعادة الأجنبية لدفع نصيبها من التعويضات في أعقاب أحداث العنف وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة التي صاحبت ثورة 25 من يناير. موقف شركات إعادة التأمين في الوقت ده قالت إن دي ثورة، والثورة التعويضات دي كلها نشأة عن ثورة، وبالتالي الثورة ما ينشأ عنها غير مغطى أو اضطرابات تطورت وحصلت فيها بقت انتفاضة شعبية وده غير مغطى. احنا قلنا لا، الموقف مش كده، حللناها يوم بيوم بقى وشفنا الجزئية فين الخسائر، اماكن وجودها فين، وشفنا الثورة كانت فين، وابتدينا ان احنا ناخد رأي فني، كوننا رأي فني من خلال الاتحاد، وكوننا رأي قانوني برضو من خلال الاتحاد، وابتدينا قعدنا مع معيد التأمين وقلنا لهم احنا كسوق بقى كلنا لنا كلمة واحدة. وتسعى الحكومة المصرية لإنشاء شركة وطنية لإعادة التأمين تسهم فيها جميع شركات التأمين العاملة في السوق المصري والبنوك المصرية برأس مال مشترك قدره 150 مليون دولار، وهي الخطوة التي يؤكد الخبراء على أنها أصبحت ضرورية لإنعاش وزيادة معدلات نمو قطاع التأمين في مصر. قطاع التأمين المصري في حاجة في رأي الخبراء لإعادة هيكلة، ليس فقط من أجل عودة النشاط إعادة التأمين، وإنما أيضا لاستحداث وثائق ونظم تأمينية تتناسب مع أكبر قدر من المواطنين في مصر. عبد الرحمن البسوني، سي بي سي عربية، القاهرة. نتحدث أكثر عن هذا الموضوع مع ضيفي من القاهرة الدكتور عارف الدسوقي، وهو أستاذ الإحصاء بجامعة السادس من أكتوبر وعضو مجلس إدارة بيت التأمين المصري السعودي. أحييك دكتور عارف. أحييك وأحيي جميع الأخوة، والسلام عليكم جميعا.
أهلا بك دكتور عارف. يبدو أنه في إشكالية واضحة في السوق المصري، القطاع التأميني بيعاني من عدم وجود شركات إعادة التأمين بعد تصفية وجودها في السوق المصري. هل طالبتم الجهات الرسمية بإعادة النظر في استحداث شركات إعادة تأمين مصرية هذه المرة وليس أجنبية؟ نعم، هناك مطالبة للجهات الحكومية بإنشاء وإعادة إنشاء وتكوين شركات لإعادة التأمين، وعلى الأقل ستكون هناك شركة لإعادة التأمين في مصر تشارك مع شركات التأمين في تحمل تبعات هذا القطاع، وتكون سندا لشركات التأمين المصرية بدلا من شركات إعادة التأمين بالخارج. نعم، طب ما هي الإشكالية دكتور عارف بكان تعاون للشركات المحلية الوطنية المصرية مع شركات إعادة تأمين أجنبية بدون تسميتها؟ وهل قامت هذه الشركات الأجنبية باستثناءات تتعلق بالوضع الأمني والسياسي في مصر مما أرهق كاهل شركات التأمين المصرية بالنسبة للرسوم؟ أولا، بالنسبة لعملية إعادة التأمين والتأمين بشكل عام في مصر، معلوم يقينا أن الحالة الأمنية تؤثر على قطاع التأمين وتؤثر على عائدات شركات التأمين، وشركات إعادة التأمين بالخارج استغلت هذا الوضع الأمني الغير مستقر وربما المنفلت لرفع تكلفة إعادة التأمين على شركات التأمين المصرية. نعم. وبالتالي هناك الآن مزيد من التكلفة التي قد تؤدي إلى خسائر محققة. دكتور عارف، توقفنا على جانب هام جدا يتعلق بخروج النقد الأجنبي في حال التعامل مع شركات إعادة تأمين أجنبية. كيف يمكن الحفاظ على الاحتياط من النقد الأجنبي داخل مصر بموجب وجود شركات إعادة تأمين مصرية؟ الاحتفاظ بالنقد الأجنبي داخل مصر فيما يتمثل بالقدر المصدر من هذا النقد لشركات إعادة التأمين بالخارج الآن لم يعد قدرا بسيطا أو قدرا يستهان به في ظل تراجع وتدني الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنوك المصرية وخاصة لدى البنك المركزي لتأمين احتياجات ومتطلبات مصر من الخارج. الشركات إعادة التأمين بالخارج رفعت النسبة التي تحصل عليها، وازدياد المخاطر أدى بشركات التأمين إلى مشاركات في إعادة التأمين أكثر من المستوى الذي كان موجودا سابقا. عملية إعادة التأمين، هناك نوعين من إعادة التأمين بالنسبة للشركات الخارجية التي تعمل في مجال إعادة التأمين. النوع الأول هو اتفاق على مستوى معين من وثائق التأمين، وليكن مثلا 100 مليون هو الحد الأقصى الذي يمكن أن تتحمله شركات التأمين المصرية. ما زاد عن هذا الرقم قد يمثل عبئا في حالة حدوث الأخطار واحتمالات الحدوث. نعم. ازدادت في هذه الأيام، يمثل عبئا إضافيا قاسيا على شركات التأمين. طيب. يؤدي إلى خسارة، وبالتالي الجزء الأعلى من 100 مليون على سبيل المثال كرقم يعاد الاتفاق عليه اتفاقيا وثيقة بوثيقة مع شركات إعادة التأمين في الخارج. جميل. وبالتالي ارتفعت التكلفة والحصيلة الكلية المصدرة للخارج في عمليات إعادة التأمين. طب دكتور عارف، اسمح لي حتى تكون شركات المصرية قادرة على أن تتواجد ضمن هذا القطاع بمسمى شركات إعادة التأمين، أكيد يجب أن تطبق على لوائح وشروط معينة تتعلق البداية بملائتها المالية. كيف يجب أن تحصن مصر نفسها إذا ما سمحت فتحت الباب وأعادت الحياة إلى قطاع إعادة التأمين؟ بالبداية هي بتأسيس رأس مال وملاءة مالية قوية لهذه الشركات. أولا، هناك توجه حالي لشركات التأمين العاملة في مجال التأمين داخل مصر أن يكون الحد الأدنى لرأس مال أي شركة عاملة لا يقل عن 100 مليون جنيه،
وشركات كثيرة كان رأس مالها أقل من 100 مليون جنيه. وبالتالي الملاءة المالية عندما يكون الحد الأدنى 100 مليون جنيه سوف تزداد الملاءة المالية وتزداد قدرة هذه الشركات على تحمل والحصول على أقساط ومزيد من الأقساط التأمينية من السوق، وهذا يعني يؤدي بهذه الشركات إلى نوع من الضمان الأكثر لعدم التوجه ناحية المخاطر والخسارة. عدد الشركات اللي بترشحها دكتور عارف يجب أن تتواجد في حال فتح الباب الشركات العاملة في مجال مش حاليا إعادة التأمين تحديدا، ما بدناش احتكار شركة واحدة، كم لازم على الأقل شركة تمسك هالموضوع؟ يجب أن يكون هناك على الأقل شركتين لحتى يكون هناك مجال من التنافسية بين لو كانت شركة واحدة هتحتكر السوق، أرقامها هتفرض أرقامها وتفرض شروطها على شركات التأمين العادية. لما يكون هناك أكثر من شركة، وأنا يعني السوق المصري يتحمل من شركتين إلى ثلاثة في مجال إعادة التأمين، وهذا هو المستوى الأنسب. لما يكون ثلاث شركات أفضل من شركتين، شركتين أفضل من شركة واحدة لخلق مجال من التنافسية في سوق إعادة التأمين. نعم، وأشكرك ضيفي من القاهرة على إثراء هذه الفقرة الدكتور عارف الدسوق، وأنت أستاذ الإحصاء بجامعة السادس من أكتوبر وعضو مجلس إدارة بيت التأمين المصري السعودي. ونختم حلقتنا لهذا الأسبوع بالتعريف بأحد أبرز أسواق التأمين في العالم وهي اللويدز. اللويدز ليست شركة تأمين، إنما سوق تأميني أنشئت في لندن في أواخر القرن السابع عشر للعناية بالشؤون البحرية ولمتعهدي النقل البحري. وتتكون هيئة اللويدز من أعضاء من أصحاب الثروات الكبيرة وأصحاب السمعة الحسنة في المعاملات المالية، ويقوم السمسار بتوزيع القسط على المكتتبين كل بنسبة ما اكتتب فيه من الخطر. تتكون هيئة اللويدز من عدة نقابات أو جماعات تضم عددا من الأعضاء يطلق عليهم underwriting، وهي حاليا تضم 57 سمسارا و87 نقابة. يمثل كل جماعة من جماعات اللويدز خبير في قبول التغطيات هو المكتتب، ولا تقبل أي عملية في اللويدز إلا عن طريق سمسار مقيد في سجل السماسرة الخاص. إذن وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج تأمين. أشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.